قانون جنائي لن يخرج في أبريل، يمكن يخرج في فبراير الشهر المقبل. وصلنا إلى آخر المناقشات، وأعتقد أننا سنكمله قبل آخر هذا الشهر كما التزمت، وسنضيف إليه القوانين الأخرى. قانون المسطرة المدنية سيحال على البرلمان في الأسابيع المقبلة، قانون المسطرة الجنائية سيبدأ فيه المناقشة مع أمن العامة الحكومة الأسبوعين المقبلين، والقانون الجنائي انتهت المناقشة تقريبا داخل إلا بعض الفصول داخل مجلس داخل الوزارة، وأعتقد بأنه يمكن أن يكون مهيئا في أواسط فبراير أو آخر فبراير بعد العمل الذي قمنا به وأعدنا النظر في كل شيء. من قال أن المندوبية الوزارية لم تتابع الملف؟ العكس، العكس، لا أنا ولا المندوبية الوزارية تابعنا الملف حتى قبل أن يصدر البيان، وبالتدقيق وكل يوم. وسيد منيوب رغم حالته الصحية، وأرجو من الصحافة أن تحترم الأستاذ منيوب لأن الرجل عنده عائق صحي ورغم ذلك يشتغل ليل نهار، حتى أن أخاف في بعض الأحيان عليه من هذا العمل. فاحتراما لحالته الصحية واحتراما لمسؤوليته اللي يكتب عليه الأكاذيب، رجل قدم الكثير في الإنصاف والمصالحة، قدم الكثير كمحامي، قدم الكثير كمسؤول، فممكن أن نناقش تصريحاته، ولكن على الأقل نترك الرجل وحالته الصحية لأنه تكالب عليه البعض بتكالب لم يحترموا حتى وضعه الصحي. فعلى الأقل في هذا البلد أقول للصحافة الإلكترونية شيئا من الخجل، خاصة حينما يكون الإنسان في ظروف صحية صعبة. وتتبع الملف واشتغل رغم حالته الصحية، اشتغل بالليل والنهار في هذا الملف، وأنا بالمناسبة أشكره. وهذا الموضوع كان فيه نقاش كبير بيننا، بيني وبين بنيو، ولكن الرجل أدار الملف بعمل مستمر ولم تكن غائبة، لأنه جهاز إداري وليس جمعية، وبما أنه جهاز إداري يقوم بعمله الوظيفي والإداري، وليس بالضرورة أن يخرج للرأي العام، بل الوزير هو الذي يخرج للرأي العام. أو حينما أذن له أنا كوزير مسؤول عن المندوبية أنا ذاك يقوم. هل هناك حملة مخدومة؟ طبعا هناك حملة مخدومة. جهات لفائدة من؟ لست أدري. ما هي الحسابات؟ لست أدري. هل يعتقدون بأنه إذا وهبي خرج من الحكومة ستسقط الحكومة؟ يكذبون على أنفسهم. إذا خرج وهبي ستستمر الحكومة وسيستمر حزب الأصالة، والحكومة ليست واقفة على وهبي. هناك محامون، هناك قضاة، هناك رجال قانون في هذا البلد يفوقونني بآلاف السنين في الفكر القانوني وفي العمل القانوني، وبقائي أو ذهابي لن يؤثر شيئا في مسيرة الحداثة التي سئل المغرب من خلال هذا التحالف الحكومي. وأنا أثق في السيد رئيس الحكومة الذي يدير الأمور بسرعة، وأريد أن أشكره لأنه في ظل هذه الأزمة كان واقفا وقفة رجل ومدعم لي، وقفة رجل وامرأة في خلاف، ومدعم لي وساندني، وكان دائما يخاطبني ويطلب مني أن أتحمل. وفي حقيقة الأمر السنة المقبلة سأعلن على امتحان المحاماة، لن توقفني هذه الأشياء. وفي 19 مارس سأعلن على امتحانات لتوظيف 300 قاضي. وبالأمس كان امتحان الشفوي لمحققين القضائيين السابقين. لن توقفني هذه الضجة، هذه الزوبعة في فنجان، لن توقفني، بل إنني سأقوم بعملي إلى آخر لحظة التي سيطلب مني فيها أن أتوقف.